إلى روميا الفصل الثاني عشر. فأطلب إليكم أيها الإخوة بمراحم الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، وهي عبادتكم العقلية. ولا تتشبهوا بهذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم لتختبروا ما إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني بالنعمة المعطاة لي أقول لكل واحد فيكم أن لا يعتبر نفسه فوق ما ينبغي، بل يفكر بتعقل بمقدار ما قسم الله لكل واحد من الإيمان. فإنه كما أن لنا في جسد واحد أعضاء كثيرة وليس لجميع الأعضاء عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وكأفراد أعضاء بعضا لبعض. ولما كانت لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا فلنستخدمها، فإن كانت نبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أو خدمة ففي الخدمة، أم المعلم فبالتعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المتصدق فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. ولتكن المحبة بلا رياء، ابغضوا الشر واعتصموا بالخير، احبوا بعضكم بعضا حبا اخويا، وليقدم بعضكم بعضا في الاكرام، كونوا غير متقاعسين في الاجتهاد، حارين في الروح، اخدموا الرب، كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في سد احتياجات القديسين، واعكفوا على ضيافة الغرباء. باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، اهتموا بعضكم ببعض اهتماما واحدا، ولا تتطلعوا إلى الأمور العليا، بل سيروا مع المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تكافئوا أحدا على شر بشر، واعتنوا بما هو حسن أمام جميع الناس، وإن أمكن فسالموا جميع الناس قدر ما تستطيعون. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اتركوا موضعا لغضب الله، لأنه مكتوب: لي الانتقام أنا أجازي، يقول الرب. لا بل بالحري، إن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فسقه، فإنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.